وين تاكل شاورما طيبة على الجمر في ولاية باتنا؟ رانا عند بيك شاورما، ريستوران سبيسياليزي في شاورما على الجمر. باش في باتنا فيل اوفون لي زالي الاخرين تاع لا سيتي شيخي. اكتبوا برك بيك شاورما في جوجل مابس يديك ديريكتومون ليه. الاختصاص تاع الريستوران هذا هو الشاورما على الجمر. يخدموا شاورما بولي وعندهم ثاني شاك سومان يديروا شاورما سبيسيال تاع الطون. نبداو بلا ديكوراسيون، المحل بيان ديكوري نظيف. لا ديكوراسيون تاعو كامل جايه مودرنيزي بليلات. وان بلوس بلاصه نظيفه من لي طابل وين نريحوا، امام لا كويزين تاعهم نظيفه وجديده. نفوتو درك لو منيو تاع بيك شاورما، عنده فيه لي برجر الملفوف اي لي ساندويتش. لي بري تاعو تري ريزونابل، عندك لي برجر 20000، لي برجر شاورما كبده ولا 25000، الملفوف كامل يدير ب 30000، ولي ساندويتش من 15 ل 30000. يخدم ثاني لي كورني يديرو 15000، اي لي ميني تاكوس يديرو 20000. عنده البيك هذا اللي يجي كل ملفوف وهي لا سبيشاليتي تاعهم، وعندهم ثاني لي تاكوس يبداو من 35000. انا جبت به نجرب تاكوس شاورما، شاورما تاعو بنينه وتاكوس محبيب لي صوص. جربت عندهم همبرغر فيون داجي حتى هو بنين. حاجه اللي عجبتني سيكو في لاطابل ديما يوفروا لكم بزاف لي صوص. حاجه لي سبيسيال عندهم سيكو لي صوص تاعهم كامل في ميزون وبدي روسات تاعهم. وست كومونديت البيك جايك شغل ملفوف بخبز تاعو سبيسيال حتى هو بنين بزاف. تقدروا تكومونديهم خدمهم فوق لابريس لا بلاك شوفونت ولا شوايه. عنده ثاني لي فيرسيون كريسبي تاع الملفوف ولا البيك تاعو، وهادو حاجه جديده عجبوني بزاف، يجوا من برا مقليين ويقرمشوا. بالاضافه الى لي بون بري تاعهم يتبلي بروبوزيو دي باك هايلين، كما الباك تاع ويزامبرغر ب 100000. بيك شاورما عندهم لا ليفريزون تاعهم بعد ب 15000 في السونتر فيل. خليكم لي باج تاعهم اللي باغي كونتاكتيهم، وحنا نتلاقاو في السبوت ان شاء الله.